السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من الفضائية الشادية من أنجمينا، ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية. وكما عودناكم في مساء كل أحد يكون معنا ضيف النشرة، وفي هذا المساء نستضيف السيدة خديجة محمد حسين، المنسقة النائبة للمنسق الوطني للتحول الرقمي. في مساء الخير السيدة خديجة. مساء النور سيد. إذا سنتحدث معها خلال هذه النشرة حول التحول الرقمي والاتفاقية التي وقعت بين وزارة الإعلام وأيضا بين مجموعة شركات ستار تايم الصينية. أكد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أثناء خطابه بمناسبة عيد الأضحى المبارك بأن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هي الجهة الوحيدة التي تمثل المسلمين في البلاد، لذا يمنع منعا باتا بناء المساجد والخلاوي بدون تصريح إذن من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وحول أهمية هذه التعليمات الجديدة فقد عدى زميل محمد حسن آدم التقرير التالي. إن ظاهرة كثرة بناء المساجد بالصورة العشوائية وغير المرخصة من الجهات المختصة الهدف منه زرع الفتن والتعصب الديني، وعليه فإن رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر أثناء تقديم التهاني لرئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك أكد لفقامته بأن البلاد تعيش في أمن واستقرار، إلا أن هذه الظاهرة الجديدة التي دخلت علينا عبر أجندات خارجية وأيادي خفية تريد زعزعة أمن واستقرار البلاد عبر الدين الإسلامي والإسلام منه بريء. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في كلمته أكد لأعضاء المجلس الأعلى بأن تأسيس المجلس جاء بعد مضي عام فقط من بزوق فجر الحرية والديمقراطية، وهذا خير دليل على أهمية المجلس ومكانته باعتباره المؤسسة الوحيدة التي تمثل الإسلام والمسلمين بالبلاد. وكلف أعضاء المجلس المسؤولية الكاملة في كل ما يتعلق بأمور الدين الإسلامي وشؤون المسلمين بالبلاد، مضيفا بأنه يمنع منعا باتا بناء متر مربع من أرض الوطن خلوة كانت أو مسجدا بدون تصريح من المجلس الأعلى، وأن الحكومة لن ولم ولا ترضى لأي تدخل خارجي أو أي جهة من الجهات التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد باسم الدين. هذا ونشير إلى أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية منذ تأسيسه في العام 1991 لعب دورا مهما في مجال نشر الدعوة الإسلامية والتعايش السلمي وغرس حب الوطن والوطنية في نفوس المواطنين، وكذا المحافظة على التدين الوطني الموروث من الآباء والأجداد والذي يتمثل في العقيدة الأشعرية وفقه السادة المالكية والتصوف الإسلامي. وفي الأخير نطلب من جميع المسلمين بكاد احترام التعليمات والتوجيهات وكذا الوقوف بجانب المجلس الأعلى والإسلام الوسطي.